يا ربي يا بشوي شي سنه يا ربي يا ربي. بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. يا شعب تونس احكي معاكم من اليمين اليسار يا اللي تعرفوني كلكم وفما كل تعرفوني يا جماعة التجمع ولا النقابة ولا حي بنو خلدون ولا أي واحد يعرفني. أنا واحدة من الناس كنت بنت التجمع. خويا هذا من جماعة الدعوة التبليغ، لا عنده انتماء حزبي لا عنده حد شيء. اليوم لطفي قلال، لطفي قلال في مون بليزير يسكن. اسألوا عليه أي إنسان المتبرج، اسأل عليه أي إنسان اللي يسكن، اسأل عليه أي إنسان اللي صد اللي صلي وعملته طيبة مع الناس الكل. العالم الكل يحبه، العالم الكل يحبه، الداخلية الكل تعرفه، يعطيوه التأشيرة ويثقوا فيه. يا الله يقتلوه اليوم ماشي يصلي، يترصدوا له بعد الدار، يترصدوا له بعد الدار ويضربوه بالسكين. شكون الارهابي هذا؟ علاش علاش على خاطر يمثل لحية الرسول؟ مدام سامحني بالله، على خاطر يمثل لحية الاسلام؟ عليه عليه يا مخياني، عليه اش عمل لكم شي غلط في قليل؟ اش عمل لكم؟ اش عمل لكم؟ الله ينوركم، اش عمل لكم؟ خافوا يا ولادي من عريخة، راي الدنيا ذي فينيا، راو اللي ماشي راي الدنيا كل ما يدين منها عتشيرة. خاف لو ما تجي ما بين يدين ربي باش يوصلك. مدام مدام في اي ذنب قتلت هذه؟ باي ذنب؟ مدام على خاطر حبت الله ورسوله باي ذنب؟ يا اخي مش مجهولك بالله، جونا من الاسرى وكان ما تعرفش معنا تنجم تجاوبنا عليهم. سمعنا سمعنا منذ القليل انه معناتها الشهيد لطفي هذا معناتها محسوب على السلفيه ولذلك تم اغتياله. عنده علاقه بالسلفيه ولا نحبوا نعرفوا مصدر المطلوق؟ والله لا عنده، لا هما توا كيراووه يعرفوه عنده علاقه ولا يعرفوه. وتعرف شكون ولد عمته؟ انت حب انت لا لا باش نقول لهم ولد عمته كان يا سيدي علي الطرابلسي، ما هو يكونش من ليله، اما كان والي في سليانة والي في ريانة والي تعرفوا هذا ولد عمت. مش واري لك خويا لا سأل فيه ولا حد شيء، اسألوا ولد عمته اللي يعرفوه الوزراء الكل، يعرفوا قائد باجي السبسي علي ترابلسي، سؤال يعرفوا اي انسان في الوزارة. سؤال ثاني يعرفوه يقول لهم شكونه خاله وتخالك هذا شنو ينتمي. خويا من جماعة الدعوة والتبليغ، سؤال يخرج في سبيل الله، يقعد في تونس ينصر الدعوة، لا يدخل في سياسة ولا يحب سياسة ولا يحب إلا نصرة الله. سؤال ثاني باختصار قاعدين نصور، أنت لما اتصلت بلجنة الإعلام في اعتصام الأحرار لتطهير إعلام العار، اتصلت بينا وكنا معناتها انتقلنا أمام مقر التلفزة لهنا معناتها وقام عون أمن معناتها بالاتصال بالإدارة نتاعهم. قداش عندك من يتسنى بعد ما مشينا نحن؟ لتوك والله والله العظيم أنا استنيت، انا استنيت ونتمنى تستناني ما يطولش، نتمنى ما حشيش انا بكاميرا بتصورني ولا حد. قديش عنا قديش توقيت؟ انا جيت، كان جاي احد اخر وخرجت له هذايا حتى في لحظه، حتى واحده اي انسان لقيتوها متبرجه من اي حزب كان اللي هو يجري امور الدنيا راك خرجت له تجري. اما كي عرفتوا ان انتوما ضميركم وعرفتوا ان انتوما معناتها مازلتوا ما تحبوش تواجهوا الحقيقه، قاعدين غاديكا بفلوسه هو عنده. بدمه هو قاعدين غاديكا. قديش عنده؟ أكثر من نص ساعة توا، فما ساعة. أنا ما نقولش حتى على الوقت، أنا كلمة ياخذوها من عند، لو تتحرك في قلوبكم بركة كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مش نقولوها، نخدموا بها. لا إله إلا الله قول وفاء، أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله تغفر بها ذنبي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا تلقى بها لا علماني ولا يساري ولا أمك ولا أبوك، تلقى بها ربي. عليه بأي ذنب ذي قتل؟ جيبوني دليل. ما تحبوني إرهاب؟ شكون وهاب؟ إرهاب؟ وقتاش تمت؟ شكون اللي قتلوا؟ شكون اللي قتلوا؟ وقتاش تمت؟ اليوم 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 لحد اليوم في صلاة الفجر خارج من قدام داره ترصدوا له بالكرهبة لحد 11 مارس قدام داره
اجيو مشيو صوروا الله اعلم الخليط ما عادش فيهم فما اللي شاهد فما اللي ما عادش اما قدام دار وشو يشوفوا الدم في الباب الروح تنطر تخل دار وترميه في الفيراندا الدم في الحيط ما تشوش عليه عليه يا الله عليه ذا سويلي محيرني عليه عليه شنو تحب انا جيت عليش انا جيت مش هيغل حتى حق خويا لا ماني طالبه شيء انا خويا هنيئا له ونزغرت على خويا نزغرت اما خساره اللي بيع دنيته بعرض من الدنيا اما خساره والف خساره والله اذا شو نقول وكلمة واحدة نحب نقولها البلاد هذه تقعد دولة إسلامية بإذن الله حب من حب كره من كره حب من حب كره من كره ونكونوا كل يد واحدة الكل يد واحدة خاطر يعمل العملة هذه في الشيخ لطفي قلان لا عنده لا دين لا مل لا عنده لا دين لا مل اللي يعمل الضربة في الشيخ لطفي قلان اسألوا عليه اللي تحب اسألوا عليه اللي تحب ولد عمته كان مسؤول في تونس يعرفوا بن علي ويعرفوه الوزراء ويعرفوه الناس الكل يجيبوه على الترابلسي ويقولوا له شكونه لطفي قليل هذايا يقول لهم شكونه ولد خالو اللي هو في وقت بن علي حرموه حتى باش يتلفنوا ويكلموا حتى بالتليفون باش يخدموا دينهم وباش يخدموا الدنيا نتاعهم هذايا في الاخر اغزر ربي شعمل شوف ربي شعمل في لحظه كن فيكون كما في لحظه نجم يزلزلها تحت قدامنا يا ولادي خافوا راهو رب اعطانا فرصه واعطانا عمر مش نعيش ونتمتعوا راهو اعطانا عمر باش النهار اخر يسلنا فيه وين وفيتوا عمركم وين ضيعتوا مالكم فاش عملتوا افعالكم يا الله وهذا شنو نقول وتدعوا